السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم متابعي قناة اختراعات بلادي، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سوف نقوم بتخصيص لكم حلقة عن هذا الجهاز. يعني كثير منكم يسأل ما هذا الجهاز، وهذا الجهاز يا صديقي كما تلاحظون معي فهو لإنارة المنزل. كما تلاحظون معي هو جميل جدا، يمكنك أن تقوم باستخدامه في الحفلات، في عيد ميلاد كما تلاحظون معي، فهو العديد من الاختيارات، فالرأي فهو يبقى إليك. هذا الجهاز فهو مكون بقطع بسيطة جدا يا أصدقائي، أنا متأكد أن سوف تستفيد من هذا الجهاز، وإن شاء الله سوف تقوم بصنع هذا الجهاز لك إن شاء الله بإذن الله. ما عليك أن تشاهد هذا الفيديو من الأول حتى الآخر حتى لكي تعلم كيف يمكنك أن تقوم بصنع لك هذا الجهاز. إذا كنت جديد معي في القناة لا تنسى دعمي باللايك واشترك معي في القناة، ولا تنسى تفعيل خدمة الجرس حتى لكي توصلك كل ما هو جديد وحصري في قناتنا. وخلينا مع هذا الفيديو حتى لا نطول عليكم الشرح. نقوم بإحضار قطعة خشبية بهذا الشكل، وليهمنا أيضا بهذا الشكل يمكنك أن تقوم باستغناء على جميع الأشكال. ونقوم بإحضار لكم هذا المحرك، كما تلاحظون فهو بطيء على العمل، وثم نقوم بإحضار لكم هذا المصباح اللهيد، فليس بحاجة إلى هذا النوع، يمكنك أن تقوم باستخدام هذا النوع. سوف أقوم باستخدام النوع الأول، ثم يا أصدقائي سوف نقوم بإدخال لكم هذا المصباح اللهيد مع هذا المحرك بهذا الشكل، ونقوم بإدخال السلك الموجب والسلك السالب لتلك المصباح بهذا الشكل، وما علينا أن نقوم بتثبيت هذا المحرك جيدا فقبل كل شيء القليل من الغراء، ثم نقوم بتثبيت لكم جيدا هذه القاطعة الصغيرة، ونتأكد أنها فهي محكمة جيدا، وأيضا الكثير من الغراء، ثم نقوم يا أصدقاء بتثبيت لكم هذا المحرك وهذا المصباح كما تلاحظون معي، نتأكد أنه محكم جيدا، ونقوم القليل من الغراء أيضا نقوم بتثبيت هذا المصباح مع هذا المحرك. والآن لقد قمنا بانتهاء من تركيب هذا القطعين كما تلاحظون معي، ثم يا أصدقاء سوف أقوم بتركيب لكم سلك الموجب للمصباح مع المحرك بهذا الشكل، وثم نقوم يا أصدقائي بإحضار شعلة نقوم بتنقية لكم هذا الأسلاك بهذا الشكل، يعني بإزالة عنا البلاستيك يعني العازل، ونقوم يا أصدقائي بتركيب لكم تلك الأسلاك الموجب مع سلك للقاطعة الصغيرة بهذا الشكل، ثم نقوم بتركيب سلك السالب المحرك مع سلك السالب للمصباح كما تلاحظون معي بهذا الشكل، ونقوم يا أصدقائي بإحضار لكم شاحن من فئة 9 فولتات بهذا الشكل، ثم يا أصدقائي سوف أقوم بتركيب لكم سلك الموجب مع القاطعة والسالب مع المصباح والمحرك بهذا الشكل. نقوم بتركيب لكم السالب أولا، وثانيا سوف أقوم بقطع لكم هذا السلك كما تلاحظون، وسوف أقوم بحضر شعلة بهذا الشكل، نقوم بإزالة لكم هذا القطعة، ونقوم بتركيب لكم السلك الموجب مع القاطعة بهذا الشكل، ونقوم بحضر لكم آلات للتلحيم، ثم نقوم بتلحيم لكم السلك الأول والسلك الثاني، ونتأكد أن فهي الأسلاك فهي ملحمة جيدا، فقط يا أصدقائي للتركيب جيدا مع الأسلاك، ونقوم بتلحيمها جيدا بهذا الشكل، حتى لكي نتأكد أن الأسلاك فهي ملحمة جيدا، ونقوم بإحضار شريط لاصق، ثم نقوم ب عزل هذا الأسلاك فيما بينهم حتى لا يقع تماس ما بين الأسلاك كما تلاحظون، ونقوم بإحضار شريط لاصق، ونقوم بإلصاق هذا السلك الثاني كما تلاحظون يا أصدقائي، وأيضا سوف أقوم بلصق لكم هذا السلك الثالث بهذا الشكل، والآن يا أصدقائي سوف أقوم بإحضار لكم هذا القطعة الكرتونية فقط لغطاء
عن هذا الأسلاك يعني فقط للتزيين يا أستاذ، نقوم بتركيبها جيدا مع القليل من الغراء بهذا الشكل، نقوم آلة حادة، فقط نقوم بقص لكم الجزء غير نحن باستعادة إليه، فهو زائد ونقوم بانتهاء منه فنحن ليس بحاجة إليه، فنقوم بحضر لكم هذه القطعة، فهو القليل منكم يمتلك هذه القطعة، يمكنك أن تقوم بالحصول عليها من محل بيع الغيار، ويمكنك أن تقوم بالحصول عليها أيضا من الخردة فهي متوفرة بكثرة. نقوم بإحضار البرغي ثم نقوم بمفك برغي ثم نقوم بإغلاق هذا البرغي أيضا بإحكام وجيدا، ولقد قمنا بانتهاء من هذا القطع يا أصدقاء، وهذا هو الشكل الذي قمت بصنع لكم هذه القطعة. فأنا أتمنى أنها نالت إعجابكم، ونقوم الآن بتجربة لكم هذا القطعة هل هي حقا أن تشتغل معي، ثم نقوم بتشغيل لكم. وهنيئا، هذا هو الشكل القطعة الذي قمت بصنع لكم، نتمنى أنها تنال إعجابكم، وشكرا على هذا المشاهدة، فنتمنى أنكم تدعموني باللايك ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم حتى لكي يستفيدوا يا أصدقاء. ولا تنسوا الاشتراك معي في القناة، ولا تنسوا تفعيل خدمة الجرس حتى لكي تتوصلوا كل ما هو جديد وحصري في قناتنا، وشكرا لكم يا أصدقاء، فنلتقي في فيديو جديد إن شاء الله. فمعلومة هامة يا أصدقاء، نتمنى أنكم من فضلكم أن تدعموني بالاشتراك في القناة على اليوتيوب لقناة اختراعات بلادي، اتشاهدت هذا الفيديو في على صفحتي على فيسبوك، من فضلك أدعو أنك تذهب إلى يوتيوب وتشترك معي حتى لكي نقوم بالوصول إلى 30,000 شخص متابع إن شاء الله بإذن الله يا أصدقاء، ونتمنى أنكم تدعموني يا أصدقاء، وشكرا لكم كثيرا، فنلتقي إن شاء الله في فيديو جديد وفي موضوع جديد وباختراع إن شاء الله جديد.